منذ انطلاق البرنامج منذ سنة 2022 إلى يومنا هذا، إجمالي المستثمرات الفلاحية التي تم ربطها بالكهرباء تقدر بحوالي 915 أو أكثر من مستثمرة فلاحية، كما قدر المبلغ الإجمالي الذي للمشاريع بحوالي 128 مليار سنتيم. عدد المستثمرات المحصية ولو أولياً فوق 20,000 مستثمرة اللي من خلال الانطلاق في برنامج الكهرباء الفلاحية إلى حد هذه الساعة تم يعني كهرباء أكثر من 900 مستثمرة على مستوى 34 بلدية، والعملية مستمرة. كهرباء ستمس جميع المستثمرات الفلاحية، اللي نعرف أن ولاية قلمة ولاية رائدة في إنتاج الحبوب وكذلك في إنتاج الخضروات خاصة الطماطم الصناعي. والحقيقة كانت أمور سهلة، اتصلنا بمودية الفلاحة يعني سامبل دوموند وبعثوهم من بعد الملف لشركة صنع الغاز، خرجت لجنة شافوا كل قطاع، هما كانوا يشرطوا علينا يكون عند كبير ولا عن باصا باش يمدوا لك روندمون يزيد، لأن قوتا قوت بني قلت لك عندنا لي موتور الاخرين يحبسوا يطيحوا من بان، وهذا قوتا قوت ما تقدرش تعرف واش سيحت في الارض واش ما درتش وكذا تعاود بزاف، دونك بالكهرباء دونك حاجه مضمونه. استثمروا حوايج اخرى مكمله للارض اللي الاستثمار اللي عندنا حاليا.